فرسان الإسلام قناة رائعة تقدم لكم سير العظماء والأبطال والفرسان في التاريخ الإسلامي. رجاء الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدرك الرسول صلى الله عليه وسلم طبيعة تلميذه الجديد الوافد وقدرته الباهرة على مواجهة الباطل، لكن وقته لم يأت بعد، فيعيد عليه أمره بالعودة إلى قومه حتى إذا سمع بظهور الدين عاد وأدلى في مجرى الأحداث بدلوه. ويعود أبو ذر إلى عشيرته وقومه فيحدثهم عن النبي الذي ظهر يدعو إلى عبادة الله وحده ويهدي لمكارم الأخلاق، ويدخل قومه في الإسلام واحدا إثر واحد، ولا يكتفي بقبيلته غفار بل ينتقل إلى قبيلة أسلم فيوقد فيها مصابيح الهدى. وتتابع الأيام رحلتها في موكب الزمن، ويهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ويستقر بها المسلمون معه. وذات يوم تستقبل مشارفها صفوفا طويلة من المشاة والركبان أثارت أقدامهم الغبار، ولولا تكبيراتهم الصادعة لحسبهم الرائي جيشا مغيرا من جيوش الشرك. اقترب الموكب الكبير ودخل المدينة ويمم وجهه شطر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان الموكب قبيلتي غفار وأسلم، جاء بهما أبو ذر مسلمين جميعا، رجالا ونساء، شيوخا وشبابا وأطفالا. وكان من حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزداد عجبا ودهشة، فبالأمس البعيد عجب كثيرا حين رأى أمامه رجلا واحدا من غفار يعلن إسلامه وإيمانه، وقال معبرا عن دهشته: إن الله يهدي من يشاء. أما اليوم فإن قبيلة غفار بأجمعها تجيئه مسلمة، وقد قطعت في الإسلام سنين طويلة منذ هداها الله على يد أبي ذر، وتجيء معها قبيلة أسلم. إن عمالقة السطر وحلفاء الشيطان قد أصبحوا عمالقة في الخير وحلفاء للحق، أليس الله يهدي من يشاء؟ لقد ألقى الرسول صلى الله عليه وسلم على وجوههم الطيبة نظرات تفيض غبطة وحنانا وودا، ونظر إلى قبيلة غفار وقال: غفار غفر الله لها. ثم إلى قبيلة أسلم فقال: وأسلم سالمها الله. وأبو ذر هذا الداعية الرائع القوي العزيز، ألا يختصه الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية؟ أجل، ولسوف يكون جزاؤه موفورا وتحيته مباركة، ولسوف تفنى القرون والأجيال والناس يرددون رأي الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي ذر: ما أقلت الغبراء ولا أضلت السحراء أصدق لهجة من أبي ذر. رضي الله عن الصحابي الجليل العظيم أبي ذر الغفاري. هذه قصة إسلام الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري، وقصة هجرته، وهداية الله عز وجل على يديه قبيلتي غفار وأسلم، ورأي الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي ذر. رضي الله عن أبي ذر، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.